مظلوم مظلوم يا ناس مظلوم 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 والله مظلوم حاير يا ناس وقلبي مهموم حاير يا ناس وقلبي مهموم مظلوم مظلوم والله مظلوم بين أهلي وأصحابي مظلوم دايم عند أحبابي مظلوم بين أهلي وأصحابي مظلوم دايم عند أحبابي حتى بشغلي من سد بابي وحظي بالعالم معدوم مظلوم مظلوم والله إن سويت زين وشين يطلع لي عكس الاثنين إن سويت زين وشين يطلع لي عكس الاثنين لو أعرف حظي منين لا روح له وأقول لكم مظلوم مظلوم والله راح وخلالي راح راح تفكير تفكير عميق 24 ساعة تفكر شلك به التفكير التفكير مرض الزعل مرض الزعل فقر يا ولد الحجي خلني اضحك اطرب ايش تبي اسوي اقص اضحك للدنيا تضحك لك كل هالمشاكل هذه وتبيني استانس يا محمود اي مشاكل قصدك بجاسم بجاسم والله نيته مسكين يعني على نياته يبي يضربك يبي يونسك ادري انه يضربني وونسني يضربني وونسني كان ياني بروحه احطه على الراس والعين صح. مو جايب لي دمبكشيه وراعي وهذا طبول وطيران وقناوي وين احنا قاعدين اليران اشتكوا المخافر اشتكت ليه متى المشاكل هذه شغاله عندك على طول هذا شو نسوي يلا قاموا بس قاموا وين نروح يا محوت عيزنا وحنا قاعدين في البيت يومين ما ماني طالع هو سجن هذا يلا قال ها ماني طالع هذا شنو جاي يا ساتر بطل الباب قوم بطل الباب لا يا اخوي انا مالي شغل قوم 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 هيك هيك تنوى هيك حاضر ولا يبقى لا قوة ولا شيء عمال ليك خالد ما يبيك خالد موجود بس زعلان مرة واحدة لا لا اي والله والله يا ريت سامحني منه لان انا غلط انا مالي شغل موجودة اذا صارت ما صارت انا ما تدخل ولا شيء محمد وينه وين الحظ اشتريه خالد نفسي خالد اخوك قاعد يطيح على راسك ها ايش تبي بعد سامحني يا معود سامحني على سويته فيك ما حت راسي ولا صلعت الا من كثر ما تحبه يا معود والله العظيم من طيبه قلبي جيتك جبت الفرقه اللي مؤلفها شافها حتى مبيريك بالقهوه جبت هني قلت والله ونسك ما هقيتك والله شي بتزعل ونسني ها حطيت ايدي بيد شرطي وطلعتني برا هذه وناستك استانست الحين؟ لا يا معود سامحنا الحين انا اسف اسف واسف ابوس راسك يا معود والله العظيم مو قصدي شيء قصدي ونسك سامحني ها هذا مبارك تكفى ما ذيك خلي سامحني فرقه الفقر هذه ما هي فرقه ما على بتشوفها بعدين هاي فرقه مسموح مسموح خلاص مشكور والله يا قلبك طيب وادري فيه اي هم طيب والله ما منو بعدها قوم شوف التليفون حاضر هلا خالد هذه حصة زوجتك وياها وسدة لا لا سدة ألو 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 لا ترد لا ترد خلي يرد ليش لا ترد خلها تصيح على أمي أشبك أنت أي خلطة ألو ألو
شفت يا يبا، شفت يا يبا شلون خالد في البيت وما يرد علي. قلت يا بنيتي، قلت يا حصه ماكو داعي للزعل. الظاهر انك نسيتي كلام المحامي اللي قاله ذاك اليوم. كلها بعد كم يوم وينتهي الموضوع لصالحك انت. بس يا يبا خالد ليش ما يرد علي في التليفون؟ طبعا طبعا يا بنيتي ما يرد عليك. ليش؟ لانه زعلان طبعا ما يرد عليك. بس انت صبري، كلها اسبوع وان شاء الله باذن الله المحامي ينهي الموضوع. اي انا ماشي. ما تبي شيء؟ لا يبا سلامتك. الله يسلمك. يا قيدو قو قول. اهلا وسهلا. مرحبا. اقول اخويا خالد مو عوعو مو عندكم هني؟ شاب خالد لنا. لا يبا مو خالد، مو هني، مو عندنا شاب. عيل انتم مو عوعو مو عمه؟ عمه إيه على كيفك، بس تتحرك بيقولك انت على كيفك. على كيفك انا عمه فعلا، بس مو موجود عندي بالبيت. انا دنيا مره على بيته وما لقي قو قو ما لقيته. زين انت ايش تبي منه؟ انا ايش ابي؟ انا بفلوسي ابي حاو حاو حقي ابي ابي بيزاتي لمتى؟ ان شاء الله حاضر. انا الحين بشتكي عليه. ان شاء الله حاضر. يبقى المخطط جديد. هو مو قال كل شهر اعطيك 10 دنانير؟ صح. وين اما للعين ما اعطاني؟ يبقى انا مو طالبني، انا طالب امك، طالب خالد. الحين يعني موجود المخفر وبعدين هذا عنوان المحامي. روح اشتك اشتك وبعدين يرفع لك دعوه المحامي وبلغ بكل شيء. الحين كذيتين الحين بقول حق المحامي هو اللي عطيك كله كل شيء. اهلا وسهلا. مشكور فيك ولا أهلا وسهلا. ما قص ما قص. حياك الله. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. والله هلا قوي. كله مني انا اللي زعلت خالد والله العظيم. لكن ترى كل الحق على ابوي، ابوي هو السبب اللي خلاني ازعل على خالد واطلع من بيتي. لكن صجلة قالوا الوحده مالها الا بيتها وريلها. لكن شو اسوي يا ربي؟ اقول اسوي لي تليفون مره ثانيه. ماك اخبار جديده؟ هلا عمي. ها؟ لا والله عمي ما لقيته. ما دورت عليه وما خليت مكان وما خليت. الله يبارك فيك يا حويلت. وحسبي الله عليك. تصور عمي كل مكان اروح اسال عليه يهاوشوني ويبي يطقوني بعد. فلعني واحد انا. واحد؟ أنا فلعني دزني. ما يرحم والديك، انا عيفي من هالشغله. الله يوفقك. الله يطول عمرك. ابعت اي واحد يدور عليه. ما يصير. عفيك ايش يقبع فيك؟ احنا لازم نخلقه. بس انا يعني ما بتحمل مشاكل. اسمع حبيبي، انت الان مهمتك صارت سهله. انت بوكل لك مهمه التفتيش علي في الفنادق وال 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 والقهاوي والمقاهي الساحليه. بس والله انا خايب. لا حبيبي، هذه ما فيها حد يطق وراها. تي طن فلوتين قهوه بس. من الاسال اي واحد. لا حبيبي لا تسال احد. هذه ما تبي. طيب شلون ما بدي اسال؟ شوف سعيد، طيب بدال ما تخليه نايم عند بيتهم. حاضر. انا رحت لقيته نايم الملعون يشخري عند الباب. يعني يكون انا حاطه على كاني طالع اذا دج ولا طلع لقيته نايم عند الباب. شوف اخوي، سعيد تاجر له لنج وتركبه فيه وتخليه دوره يمر عوها كبر ام المرادم ويمر فيلتها وردني مني. هذا هذا. يلا حبيبي يلا توكل على الله. السلام عوعو عليكم. ولين عوعو، هذا وقتك الحين؟ هذا وقتك مو شغلك. يلا حبيبي يلا. المحامي هني؟ محامي؟ اي محامي. ماني تارس عينك انا. مو عيب عليك، هذا المحامي. تفضل. محامي منهم؟ يا زعد عن لقيت مره تطنزون علي انا فاهم الله. قشمره؟ تفضل المحامي موجود. تفضل. من صدقك انت المحامي؟ طبعا انا المحامي، ماني فارس عينك. عيل انا يا الحين برفع دعوه. ارفع لك دعوه اوصلها لك السماء. اقعد. ارفع دعوه. خير ان شاء الله. واحد انا طاقه فلوس. ابي منك خدمه. انت مو راعي الدكان اللي عميلك خالد، انا ابي منك خدمه صغيره. اصبر حبيبي، خليني افهمك. انا مستعد ارفع لك الدعوه ومستعد اتعهد لك الحين بكتاب خطي، اطمع لك مكتوب واقول لك اني اكسب لك القضيه قصب لا ولا وش. اكسب لك القضيه ايش حقه لي؟ اسمع وببلاش، ما ابي منك ولا فلس. ببلاش؟ اي نعم. انا واحد طالب حقي بفلوسي وطالب فيه، بوكل فيه واحد محامي توكل ببلاش. حقه حقه بلاش. وانت شكو انت؟ انا برفع القضيه ببلاش، ما ابي فلوس. انت جبت انت قول لي الحين انت مقابل تشتري. ابي منك خدمه صغيره.
احسنت. قل لي شنو الخدمه الصغيره؟ انك تدليني وين اقدر احصل خالد. ولا ادلك على خالد انت؟ انا حقي للعين ما نقاوض كل شيء. 100 دينار عاد علي، ايش حق ادلك انت فيها؟ انا الحين ابي ارفع دعوة. ترفع دعوة على خالد انت يعني؟ اي نعم. انتوا ماكو واحد انا اقابله الا يشتكي من خالد ويسبب خالد وبيبي يرفع دعوة على خالد؟ ما تدرون ان هذا مسكين وفقير ومظلوم؟ والله هذا لا مسكين ولا فقير، هذا واحد نص نصاب محتال على كل واحد وما يطعق الناس. زين هذا يستاهل اكثر من جيجو من كذي. زين تقدر تقول لي خالد شو مسوي لك؟ يلا خلص قول. انا ابي فلوسي. نرجس افتكينا منها، لا تلفونات لا ماذيتني لا امها تتصل، لكن حصيصه هذه بهالتلفون، وعمها يروكض ابوها يروكض من مكان لمكان، وعمامها ويرانهم ما بقى احد ما فضحتني. انتحر مبارك انتحر. ساعه قاعد احكي لك واسولف عليك مشاكلي. نايم حاكي لي؟ ايه حاكيك. الحظ، وين الحظ اروح اشتري لي وارهن نفسي؟ لا والله والله العظيم الحظ. قلت الحظ 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 الحظ. اكو غيري يا خالد يجيب لك الحظ غير هالكور هذا؟ ماكو غير الحظ. انا اللي جايبه لك الحين، جايبه دبكه لك وحاط ريول على ريول بعد. شنو الحظ؟ ايه مستعدين اقول لكم شو الحظ؟ بس خالد خلاص يعني ما تقول ما نبي ارشاداتك ولا حظك. لا ترى الحين صرت اقبل عقوب. اسمع خلنا حاجيك. مساء زوجتي عند الخياطه اللي تخيط لها النفانيف ملوتها. احنا وين وهذا وين؟ انا تحكيت الحين؟ انا تحكيت احنا وين وانت وين؟ قول ايش عندك؟ هذه الخياطه سلمك الله زوجها متوفي ارمله. الله يرحمه. اي امين. وعندها فلوس يعني تجوري يمشي بحد. ايه. ها؟ ايه. وتبيلها ولد الحلال، بس ولد الحلال الزين اللي طل قلبه نظيف وطيب. كلنا عيال حلال. انا ولد حلال. اقعد انت قعد ما حد حاجاك. عطني العنوان. ماكو غير هذا ابو ولاد. استريح. ماكو غيرك يا خالد. خلينا نسمع السالفه. انت اللي قلبك نظيف وتمام، تبيلها حرمه متروسه فلوس. إيه؟ ها؟ ما تبيلها الا واحد ابن اوادم شغل عدل يحافظ عليها وعلى الثروه مالتها. مثلي. ايش رايك الحين؟ ايش رايي انت لا قعدت تسوي لي كذي؟ ينيت انت يبقى الله. المرة تبي فلوس. اي صح. تبي بيت. اي نعم. تبي اثاث جديد. أي يبقى. تبي مطاليب. كلامك براسك. كلامك براسك. هذه ما تبي فلوس، عندها فلوس قلنا لك، غنية عندها اموال، عندها محل مال خياطة. ايه؟ بس تبي ولد الحلال. ولد الحلال مثلك الحلو والمملوح كذي شغل عدل هالشكل وقلبه نظيف وطيب. بس ارمالة قلنا شوف. لك انا قلبي نظيف وطيب صح ومملوح صح وجميل. ايش قلت زين؟ شوف الحين الحين انت تبيها ولا ترى ما بطلق وبروح لها؟ اسمع اخذها. صبر صبر. حنا نقدر نشوفها؟ تقدرون تشوفونها يعني معزم؟ اي اول نشوفها. انا اقول لكم شلون تشوفونها. شوف لون ناخذ نفسنا. ناخذ كذي تبيله بس تذوق من الكتف. هم زين وبصراحه هو عاجبني وايد. احسن كذي ها؟ وايد احسن. تدري كلك ذوق. ولا هو ولا اختك الا ولد الحلال. ولد الحلال وينه؟ الله كريم. شنو ناقصك؟ مال دلال وذوق. عنبني شويه. تفضل. مساء الخير. كيف الصحة؟ الحمد لله. حضرتك الخياطة سلوى؟ اي نعم. الخياطة المشهورة سلوى. أقول احنا عقب ما سمعنا بالكلام اللي برا يطلع عن خياطك الزين وتفصيلك وإنجازه بسرعة، قررنا احنا نتباحث معاك شوية، إذا ممكن ناخذ من وقتك ولو كم دقيقة بس.
بس ليش ما قلتوا لي علشان شنو جايين؟ علشان خياط وما خياط وتجار وتجار اقمشه. من خلف تفضل. دام فضلك. طيب انت البروفه الثانيه ان شاء الله السبت الجاي مثل هاليوم ان شاء الله. على السلامه. مع السلامه. هذا تجار اقمشه فساتين. يا هلا مرحبا. تفضلوا استريحوا. شكرا. نعم. تفضل. الموضوع ما فيه ان حنا مثل ما قلت لك يعني تجار اقمشه. اقمشه. ايه. عندنا كميات كبيرة من الأقمشة نحب نفصلها حسب رغبة زبايننا الكثار المظاهرات على محلاتنا. وأنا حاضر. وبما أننا سمعنا عن خياطتك الممتاز ويعني شغلك البديع بالأزياء قد قررنا أن حنا نتعاون معاك معاونة كلية وأن حنا يعني أنت ساعد انت تساعدينا بخياطك واذواقك الراقيه واحنا ايضا انت تساعد في البيع والتصريف البضايع. احنا الحقيقه يعني ما احنا مشترينا يعني مثلا 200 او لا 300 400 500 يعني 600 كذا فساتين يعني لا قبل ان شاء الله. واذا زادوا المشتريه بعد نقدر اذا تحبين نتشارك شراكه بعد تجربه البيع نشوف. ها طبعا طبيعي. ليش ما نتشارك؟ والله هذا عاد الموجود. لحظه واحده اجيب لكم الكتالوجات علشان تشوفوا الموديلات اللي تختارون. اي تفضلي. الكتالوجات هذه عاد لنا. هذه كتالوجات كذي كتالوجات كتالوجات. ايش علامه كلكم تتخربط بالحكي؟ الله يهداك. معود زين طلع مني حكي ما اعرف انا ايش قلت. اقول الحقيقه بالصدق احسن من الشكر. شكر تنسى الشكر الاوليه للحين مشاكلها. ها هل يابنا هالدكان الشكر يا معود. هذه خير وهذه خير الله هداك وان شاء الله. حنا ما عليك حنا المره هذه زياره المره الثانيه تجاره على طول. اي تعال اسقم. هذا الكتالوجات وفيهم اخر الموديلات اللي تبونها. اي هلا اختاروا. اي الكتالوجات استريحوا اي الكتالوجات لنا هذه. هذه الله يسلمك. نعم. في هذا الموديل انت شايفه. انا نبي من المقاسات. احنا نبي مقاسات ربيعي وخريفي وشتوي. اي طبعا هذا على حسب الخامات اللي تبونها. واذا بعد عندكم ضد الماي ضد الحريق هذا اقمشه من عندنا. لا بس الخياط من عندكم. اقمشه فصليه واقمشه. بالنسبه للمقاسات يعني المقاسات ممكن تجيبون المقاسات اللي تبونهم علشان ناخذ. والله عد المقاسات لحد الان المقاسات لا زينة. ما اتفقنا اي يوم مثلا تيون تمرون علشان نتفق مره واحده على العمل. احنا بعد اجتماع يعني نعم هام جدا ومستعجل. نجتمع انا والاخ وعندما نقرر سنأتي إن شاء الله في الحال مرة ثانية ونتفق ونشوف المقاسات. هذه إذا سمحتي يعني تخلينها معانا عشان الدراسة الوافية حتى إحنا نكون من الشاكرين. تفضل. تفضل. تفضل يا مبارك. تفضل. فأمان الله. مع السلامة. فأمان الله. وبالنسبة للمقاسات عرفناهم. لا فأمان الله. مع السلامة. بلقيسة طالب بعير مشوي يعني. يا ابو جاسم يبا طلبت قدو انت لحظة يا ابو جاسم كم ساعة يا ابو جاسم. خالد شلون الحين؟ لا زين احسن من الاول. لا شغل عدل. اي والله يا ابو جاسم اقول انا الحين فكرت اروح للبيت واعتزمنا. شنو تروح لي؟ اي والله ما يحتاج تروح لي. انا اقول لك يا مناسبه حلوه شغل عدل بيك بمرك هني باخذك وياي علشان
ولا بلاش بلاش. شلون؟ لا 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 ما نقايل لك إياها، أحسن لازم تشوفها بعينك هناك عنده بالبيت. نعم. ايه. عنده عم جدين. شنو شبيه عم جدين؟ أكيد مية بالمية. عم جديد يعني متوفي؟ يلا عاد يلا يلا عاد تطنس بالقيسو حتى أنت تطنس. وعشا سندين. والله ما صدقت إنك تجيني هشة، مو طرشت عليك قلت مشغول ولاهي، لكن الحمد لله. أقول أبو فهد. إيه نعم. قولي بقول أفعلك. أبو فهد أنا طالب منك طلبة ولا أظنك بتردني فيها. اشتعوى الحبيب قول بس قول. اشغيل وأنا عارفك الله خير لسانك، سمعت كلامه حلو وما يطلع منك إلا الكلام الحلو والويه منشب، قصدي يعني يرع يرع. وأنا عزمت أتزوج، ولما عزمت أتزوج قلت ماكو إلا أبو فهد تروح وتخطبها لي. حاضرين يا حلا. كم خالد عندنا؟ الله يسلمك ولا يهمك على الخشم. هذا الأمل. إيه هذا نعم. الأمل أفا. إي والله. وإذا تبي أعطيك أوراقها هذه. وين عنوانها؟ تفضل عنوانها واسمها. إيه ولا يهمك. إيه حاضرين يا أبو صالح. إيه والله. عليك بس. إيه والله ولا يهمك. هذا معروف ما انساه طول عمري. إن شاء الله باكر الصبح. على ايد هالخياطة ان شاء الله بتغير الحظ وبنشوف السعادة. يا الله ان شاء الله. لا ان شاء الله يا خالد. بشر ان شاء الله. مبروك. انا اللي اقول لك مبروك. مو انت. مباركين مباركين ان شاء الله. حتى الجرايد الجرايد قامت تكتب. وينك؟ صفحة 19 صفحة 19. شوف طالع الصورة الصورة مصورينها هي مع الازياء اللي عندها. شوف الفساتين طالعة طالعون واقفة طالع الطول طالع طالع شفت بين عاد. شوف اسمع يقول الخياطة المشهورة سلوى ستوزف قريبا وقد وضعت حدا للعزوبية. نعم تمام. وعندما سئلت من صديقاتها عن فتى الأحلام أي المعرس لم تفصح لهم وقالت ستعرفونه بالوقت المناسب. مبروك. يعني خلاص الحين ان شاء الله فكرت بالموضوع تمام وراجعت نفسي. انا فكرت بالموضوع خوش وسألت قلبي. ايه
وانا موافقه. زين على ان شاء الله الباكر والعقب باكر الفرح. ها اي يوم تحب. زين على خير ان شاء الله. عجبني شويه. ايه تفضل. الو خالد. خالد ايه خلاص انتهينا. مبروك والله العظيم. توني الحين ماخذ الموافقه. اي والله خلاص مثل ما قلت لك مبروك. بس اضحك بطنك ايش عليك. يلا في امان الله. اهلا وسهلا. زين انا شوي شغل الله يخليك. ها اي والله صيفت عاد برخصتك. يلا انا استاذن. مع السلامه. عجبك؟ عجبني. هذه حجرة النوم دخلناك إياها. شفتها. الصالة شفتها. شفتها. ها؟ مال الأكل شفتها. شفتها. بعد آمر. تفضل استريح. بس غرفة النوم مكسورة ريولها. ما علي يركب لها ريل. ريل واحدة انت تركب. زين ليش؟ ساي الحطب ساي. زين ساي بس إيش حقه أنت الحين بايع الأغراض هذه كلها؟ بايع الأغراض الله يطول لي عمرك. أنا مأثث لي بيت. إيه. سمعت؟ إيه. جديد. وبسكن فيه وببيع هالأثاث. أخاف إنك بتسافر. لا ما نمسافر. أنت مسافر عيل تبيعني إياهم بمئة دينار. 100 دينار مكلفيني 500. تدري شلون؟ 500 نوت ينطح نوت. ينطح نوت ولا كيف؟ ب 150 الحين. شوف عاد بقول لك كلمة. إيه؟ يا إي يا لا. إيه؟ يا تقضب الباب. إيه؟ يا توافق. إي ماني قادر. 200 غير ال 200 فلس ينقص ما يصير. زين هذه 200 دينار. أشوف. هذا واحد. هذا واحد. هلا أخذ منهم شوية راح أخذهم. خالهم عدل. 200 يلا. زين وقع لي هني. أوقع حاضر. بطل غلط. اسمك؟ اسمي مهدلي. مهدلي. بن نمر. القطوان. اي نعم. من فوق نقطة؟ حاضر. خوش. صب أوراق طاحوا. شيل اللي لك. شوف عدوة أنا هذه هدية عزيزة علي وغالية وهذه صديق عزيز ما أقدر أفرط فيها. هذه بأخذها وياي. ما يصير عقب ما شريت الليمونة. هلحي بس مشكور. أهلا وسهلا. فمالا يبا. زين عندنا بلة عدد واحد بطيخة وثلاثة ريول الشمال الريل علوج والثالثة الطاولة فيها حوية غليل ما يخالف وبطيخة مكسورة. زين لا على كل حال انا رابح. ساتر الله بالخير. وبعدين فراشين قطن. اقولك ساتر الله بالخير. ومخدتين ريش. اهلا مرحبا الله بالخير. يا هلا. هذا مو بيت خالد؟ نعم بيت خالد. يا هلا وسهلا. صبية ها؟ لا يبا انا شاريها. لا مو صبيه. لا ماني صبيه. زين هذا من داخل. انا المحامي ما اقول له محاميك ابيك. بس خالد محاميك يا يبيك. خالد مو هني. خالد مو هني؟ اي نعم. نايم يعني قصدك؟ كم بلين صوف ها؟ نايم. كم بلين صوف اكيد نايم. لا طلع انا شاري الاغراض ما تشوفني قاعد اسجل. شاري الاغراض مالت خالد؟ اي نعم كلها. عسى ما شر. ايش صاير فيه؟ عسى والله ما شر بس تو اخذ مني 200 دينار وطلع. 200 دينار ايش حقه؟ حق الاثاث هذا. عاد ما ادري هم الربع اللي بيسافرون ترى وقتها الايام. لا اي وقتها شهر 7 ماكو ركضه. صوف الرجال. يعني ما تدري وين راح وين يعني وين حصله وين. والله ما ادري عاد. ما قال لك يعني وين؟ ابد. اخذ الفلوس تقول حرامي وركض. متى؟ تو من شوي. من شوي؟ اي نعم. يعني اقدر الحق عليه الحين ما. والله يمكن تقدر. يا. اذا ما قطعت تذكره بعد وشرد ما اعرف. هذا علم عند الله. انا لله وانا اليه راجعون. عزت الله انك يا خالد مقعود ومحفظ.
وينك يبا انت؟ ما صار هذا ماي، ما صار هاي اسمه يبا. لحظة بلقيس، ترى بقاطع انا هالقهوة هذه التعبانة، قهوة متنا من الحرام، حط لك كنديشن فيها القهوة اللي متنا فيها. هاي تفضل يبا تفضل. بلغم عدت أسنقين والله شيلي دك مشواربك الله يخليك. بلقيس آمان راسك أحبها بس لا تحطيك. تفضل تفضل أرجوك تفضل. اهلا مساك يا حي الله. رفيق خالد مرحبا. شلونك؟ يا حي الله محامي خالد. الله يحييك. شلون محامي خالد؟ الله يسلمك. تفضل اخوي، انا ابيك بشغل مهم جدا. انا تحت امرك اخوي، ماكو بطاري. خدمه صغيره ابيها منك. على حسابي. احسنت حبيبي. ابوي خالد بخير وعافيه طبعا. الحمد لله. هو طبعا موجود، هو عاد مو مسافر ولا شيء. متنعم. هو مو مريض. لا لا اي الحمد لله. متنعم الريال. اخوي وين حصله؟ انت تبي خالد متاكد؟ الله يخليك. الله خالد اليوم انا عاد وصل حده طال عمرك مثل ما قلت لك. ريال بيتزوج الليله. خالد الليله بيتزوج؟ بينقرد تقول بيتزوج. نعم زين اكيد انت بالبيت العروس بيت العروس والمعرس واللي خطب له وكلهم اعرفهم. وطبعا تدري وين فيها الحين؟ موجود. تبي تحت امرك بس امر. معود راسك احبها. لا يبا ما يحتاج. يبا راسك تحبها شنو؟ ودني لحن. انا ما ابي راسي تحبها. ودني اذا هو بالبر جيب موجود. تبي بالسما هليكوبتر ناجر، بالبحر ناخذ لنج. انا يبا لك بقل من كذي. عندك خمس دنانير؟ بس خمس دنانير؟ اي نعم لي. هذي يا را يا اللي قاعدين يا غافلين لكم رزق الله. قاموا بلقيس حصلنا خرده. قوم يبا وياي. صحيح اوف خلق يا ابويا. يا والله يا الجنطه الجنطه وفر يا بلقيس. وانت معاك يا تفضل تفضل. تفضل تفضل تفضل. اخوي وين المعرس؟ هلا وين المعرس؟ وين راح؟ ها خالد اكيد خالد. تفضل خالد تفضل. ها جاي للمعرس. للمعرس يبا خالد. هلا يبا على المعرس. هلا كم نامره بس. انت اللي ماخذ سلوى اي؟ والله فوضى. ايش فيكم يبا؟ ايش فيكم؟ يبا انا المعرس. اي خالد اي خش الخرابيط. ها تبيني؟ خمس دنانير نفخهم. أفا امشي طلع طلع أفا فكر. مظلوم يا ناس مظلوم 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 والله مظلوم حاير يا ناس وقلبي مهموم.